مرحبا، معكم المطافئ. يمكنك الاتصال بالمطافئ للحصول على المساعدة في حالة الطوارئ. مرحبا، معكم المطافئ. ما حالة الطوارئ لديك؟ عالق شخص ما في الشجرة، نطلب من رجال الإطفاء المساعدة. لا تقلق، سينطلق فريق إنقاذ الحريق على الفور. هناك حالة طوارئ، ساعدونا في ارتداء زي رجل الإطفاء ودعونا نستعد للانطلاق. شجرة وأعلق فيها. حسناً، دعنا نستعد لتسلق الشجرة. دعنا نتسلق الشجرة ونساعد ويسكرز في الأسفل. هناك بعض العناكب على الشجرة، تخلص منها أولا. اقطع هذه الفروع باستخدام مقص. هناك طيور، أبعدها سريعا. ويسكرز لا تفزع، سأقوم بتثبيت الحبل وأساعدك في الهبوط. حرك السهم واربط الحبل بجذع الشجرة. ويسكرز، من الخطر التسلق عاليا، احذر السقوط. لن أجرؤ أبدا على الصعود مرة أخرى. عمل رائع، اختبرت مهمة إنقاذ الحريق.